بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد وبكل السادة محبي ومشاهدي ومتابعي قناة الاسكولة في كل مكان. معانا النهاردة بإذن الله معانا حل النموذج الثالث من نماذج رياضيات الصف الرابع، النماذج المهمة اللي عددهم 4، خدنا 2 وباقي 2 والنهاردة واحدة من الاثنين. فيها أسئلة مهمة جدا على مواصفات الورقة الامتحانية، سؤال اختر أبو 14 جزئية وسؤال أكمل، وكمان الأسئلة المقالية والهندسة والرسم البياني. حلقة مهمة جدا ومحتوى النماذج بصفة عامة مهم. يلا على طول يا ولاد ما نضيعش وقت، والأول أسئلتنا من أسئلة حل النموذج الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله النموذج الثالث من كتاب سنة رابعة رياضيات، وأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يلا مع بعض. أول مسألة، 6 في الجزء من 1000 و4 في الجزء من 100. ولد يقول ده دي مسألة جمع، أقول له ممكن، ولكن تعالى أعلمك طريقة جميلة. نعمل إيه؟ حط لي 3 نقط خفاف واعمل لي علامة عشرية زيرو. فين الستة في الجزء من 1000؟ أدي بيت الجزء من 1000، يبقى نيجي هنا ونكتب الستة. 4 في الجزء من 100، ده بيت الجزء من 100، يبقى نكتب الأربعة. طب الجزء من 10 لم تذكر، يبقى نحط فيها صفر. يبقى الإجابة كام يا شطار؟ 46 جزء من 1000. يا رب يا ولاد تكون الحل عجبك الطريقة بتاعت المسألة الجميلة دي. نودي كل واحد عند بيته تطلع المسألة اللي بعدها. نص لتر كم سنتي مكعب؟ أقول له اللتر كله 1000، يبقى نص اللتر كام؟ نص اللتر 500 سنتي متر مكعب. ونختارها اللي بعده، ده عدد عشري وده عدد عشري، وبقول لي مين الأكبر؟ نبص هنا 4 جنيه، نبص هنا 4 جنيه، تعادل. طب الكسر العشري ده مش موزون، نوزن دي بصفر، الله ده بقوا قد بعض، يبقى علامة مين؟ يبقى علامة يساوي. نروح نختارها ونكتبها. اللي بعده، ده العدد الأول وده العدد الثاني، بس امتى؟ بعد تقريبه لأقرب ايه؟ أقول له مادام طلع في صفرين يبقى ده متقرب لأقرب 100، عشان المية الكاملة فيها صفرين. يبقى الإجابة ايه يا ولاد؟ يبقى الإجابة لأقرب 100، ونختارها من الاختيارات. اللي بعده، عدد خطوط التناسل للشكل ده، الشكل ده بيسمى ايه؟ برافو عليك، كل اللي قال معين. كم خط تناسل؟ 2، واحد بالطول وواحد بالعرض، وشريحة جميلة ومفيدة. نيجي لنمرة 6، 9 صحيح و7 أعشار، وعمه عايز يحولها بالعشر، أقول له أنا أعتمد على نفسي، هنحط 9 بعيد ونعمل و 7 على 10، تبقى 7 من 10. فين الإجابة؟ أدي الإجابة اخترناها. اللي بعده، احتمال وقوع الحدث المستحيل. سمع ولد بيقول مادام مستحيل حدوثه تبقى الإجابة صفر، أقول له كلامك سليم، صفر للمستحيل وواحد للمؤكد. قيمة الرقم 4 في الكسر العشر ده، أقول له معرفش قيمته إلا لما أعرف بيته ومكانه، ده تاني خانة، يبقى بيته في الجزء من 100، يبقى ينسب للأربعة كلمة جزء من 100، يبقى تنطق إزاي؟ 4 من 100. فين الإجابة بتاعتها؟ أول اختيار اخترته وكتبته بناء على بيته وموقعه ومكانه، عدد خطوط التناسل للمثلث المتساوي الساقين. هو صح عنده ساقين قد بعض، ولكن الخط الوحيد اللي قسمه اللي نازل من بينهم، يبقى المتساوي الساقين عنده ايه؟ عنده خط تناسل واحد، وده الخط اللي نازل من بين الدراعين المتساويين. اللي بعده، 7 وثلث دي اسمها عدد كسري. طب بص للاختيارات تلاقي كلهم البسط اكبر من المقام، يبقى كل الاختيارات عمه عايز يحولها لمين؟ لصوره كسريه. من عدد كسري لصوره كسريه، نضرب 7 في 3 ونجمع الواحد، نشد شرطه كسر، 3 في 7 ب 21، ومعانا 1 22، والمقام زي ما هو،
ونيجي للسؤال اللي بعده رقم 11، احتمال ظهور العدد الفردي في حجر النرد. يجي ولد يقول هي مين الارقام والاعداد الفرديه في النرد؟ الواحد والثلاثه ومين والخمسه، دي الارقام الفرديه. كم نفر؟ ثلاث انفار. كم نفر؟ ثلاثه. طب حجر النرد كم وش؟ ستة. تبقى الإجابة 3/6. يجي ولد يقول مش موجودة في الاختيارات يا مستر. أقول له يا ولد اختصر، مش التلاتة نص الستة؟ أيوة، 3/6 يساوي نص، يبقى الإجابة كام؟ نص. ونروح نختارها. اللي بعده، العدد اللي بينحصر بين 730 من 1000 و 74 من 100. أقول له وأنا بنطق دي قلت إيه؟ قلت من 1000، وأنا بنطق دي قلت من إيه؟ قلت من 100. النطق مش هو، يبقى مش موزونة. نيجي للغلبانة الصغيرة ونحط لها صفر. اللي يقرأ يقول 730 من 1000 ويقول 740 من 1000، والمستر قال طريقة جميلة، دور على الأصغر تلاقي مكتوب جنبه 30، يبقى نروح لاختيارات ونجيب حاجة و30. عرفتوها؟ طبعا عرفتوها، الحمد لله. 735 من 1000، لأن دي اللي بعد التلاتينات لحد قبل الأربعين. اللي بعده، ده ايه؟ ده بيمثل عدد كسري، وعم عايز يقربه لأقرب عدد صحيح. أقرب عدد صحيح هي الأقرب وحدة، وحدة يعني الأحاد، الأحاد اللي هي السبعة. نسأل اللي قبلها، بسأل اللي قبلها طلع بسط ومقام، نعمل ايه؟ نضرب فوق في 2، لها طريقتين وممكن 3 طرق كمان. اضرب الأربعة دي في 2 ب8، أكبر من الخمسة، بدل أكبر تزود للصحيح 1، تبقى الإجابة 658. يبقى لما تيجي تسأل بسط ومقام يزود ولا ما يزودش، الطريقة الأولى أضرب 4 في 2 طلعت 8، بدل أكبر من اللي تحت تزود 1. طب لو ضربت في 2 وأقل ما تزودش، طب لو ضربت في 2 وطلعت قدها تزود. طب دي طريقة، في طريقة تانية؟ نقول نص الخمسة جنيه كام؟ نص الخمسة جنيه 2.5. طب الأربعة أكبر منها يبقى تزود 1. كده المستر قال لك سكتين، في سكة تالتة إن أنت تحول لعشر وتقرب. نيجي لده، اللي يشوف المسألة دي يقول ياه دي مسألة جمع، المستر عايز نجمع كل دول. أقول له لو جمعت تبقى صح، بس هتبقى صعبة عليك. أمال إيه الطريقة السهلة؟ نودي كل واحد عندي بيته. إزاي؟ أقول له وأنا بقرأ سيف السبعة دي سادة، يبقى ده بيت الأحاد. ده 4/10 يبقى جزء من 10، 3/100 يبقى الجزء من 100، 9/1000 يبقى الجزء من 1000. شوف المستر حامد هيعمل ايه؟ هحط 3 نقط خفاف وادي العلامة العشرية، ونودي كل واحد عندي بيته. مش دي 7 سادة؟ اتفضلي في الأحاد. مش دي 4/10 يبقى بيتها في الجزء من 10، مش دي 3/100 في الجزء من 100، مش دي 9/1000 في الجزء من 1000. كتبنا العدد من غير ما ايه؟ من غير ما نجمع، ونطلع المكان الفاضي ونودي الإجابة الصحيحة. ومش بس كده، نعمل ايه؟ نختار الإجابة، ودور معايا على الإجابة الصح عشان عينيا وجعتني. ادي الاختيار الصحيح وادي طريقة الحل، عطينا كل عدد في مكانه لحد ما طلعت الإجابة. السؤال اللي عليه الدور يا أولاد رقم 15، يتطابق مستطيلان. أقول المستطيلان لهم شرطين، طول قد طول وعرض قد عرض. طب لو ضمناهم في جملة واحدة يبقى بلغة المثنى بعد المستطيل الأول يساوي بعد المستطيل الثاني، دي في جملة واحدة. اللي بعده مسألة جمع، ولكن ده بالعادي وده بالعشري. 4/10 تبقى 4/10، ونسيب التانية زي ما هي. الأربعة والستة من مكونات العشرة، 4/10 و6/10. لو اتجمعوا دي درجة نهائية، 10/10 يعني 1 صحيح. نمرة 17، احتمال ظهور الصورة في قطعة النقود المعدنية. لو اتكلمت الصورة خلاص حفظت أغنيتي، هتقول ايه؟ انا وشي من وشين، انا واحد من اتنين،
نص صورة ونص كتابة، تلات أرباع ساعة فيها كام دقيقة، كلنا بنتفرج على مباريات كرة القدم وعارفين إن الماتش إيه؟ شوطين، كل شوط تلات أرباع ساعة، بنلاقي الحكم بعد الدقيقة 45 نقول بيلعب في الوقت الضايع، أهو التلات أرباع ساعة كام دقيقة؟ 45 دقيقة، اللي هي جاية من ضرب تلات أرباع في 60، بس بلغة الحياة أفضل. اللي بعدها اطرح الكسر ده ناقص ده، اقول له في طرح القصور العادية لازم الاول نعرف المسألة طيبة ولا شريرة، هنا ستة وهنا ثلاثة، المقامات مش متساوية وليست متحدة، يبقى دي شريرة، نجهز لها الاطباق الاول، شرطة ناقص شرطة يساوي شرطة، ونبتدي نوحد المقامات. الطريقة بتاعة المستر، بسأل الكبير هو انت يا ستة تقبل على الثلاثة؟ أيوة، الحمد لله، شكرا يا ستة، تكتب ثلاث مرات، نجحت المسألة، وحدت المسألة. طب عايز أجيب اللي فوق، مرة اسمة ومرة ضرب، ده على ده في ده، ستة على ستة واحد، واحد في خمسة بخمسة، ستة على التلاتة فيها الاتنين، اتنين في واحد باتنين، يلا نطرح، خمسة ناقص اتنين تلاتة، يجي ولد اشطر مني يقول يا مستر لسه التلاتة نص الستة، على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الاتنين، تبقى الإجابة نص، عشان تبقى في أبسط صورة، نمرة 20 ده عدد كسري، نحول العدد عشري، نسيب الأربعة زي ما هي، ونحط العلامة العشرية، ونقول تلاتة على مية تبقى تلاتة من مية. طب عمه عايز يقربها لأقرب عدد صحيح، فين الصحيح؟ الأربعة، الزيرو ما يديش من الأرقام البخيلة، تبقى الإجابة كام؟ تبقى الإجابة أربعة صحيح، ودي الأقرب وحدة أو عدد صحيح. السؤال اللي بعده 21، طرحايا العدد العشري ناقص العدد العشري الثاني. قبل ما نطرح نتأكد ان المسألة موزونة، هنا رقمين هنا رقمين عشريين، نروح فين؟ نروح المسودة، نكتب فين؟ العدد الاولاني الاكبر، ونوسع المسافات، ادي الوسع الجميل، وعلامة الناقص تبقى فين؟ تبقى برة، ونيجي للسبعة وتلاتين من مية، هنا السبعة، هنا التلاتة، هنا العلامة العشرية، هنا التمنتاشر، الشياكة والأناقة اللي دايما مستر حامد يأكد عليها عشان نطلع شخصيتنا يا ولاد فيها النظام والنظافة والالتزام. 8 ناقص 7 1، 4 ناقص 3 1، العلامة العشرية دايما أقول تنزل في دورها وطابورها، 6 ناقص 8 ما ينفعش تبقى دي 2، ودي 16 واعمل دايرة، 16 ناقص 8 8، 2 ناقص 1 1، تطلع الإجابة 18 صحيح و11 من 100، دي إجابة الطرحاية. عمه عايز يقرب لأقرب وحدة أو لأقرب مين؟ صحيح، الاتنين بمعنى واحد، فين الصحيح؟ التمانية، نسأل الواحد ما يديش، يبقى على نظافة الكتب كام؟ 18 صحيح. اللي بعدها مسألة جمع كسر عادي وكسر عادي، تعالوا نتأكد طيبة ولا شريرة؟ طبعا طيبة، هنا أربعة وهنا أربعة، نسيب الأربعة، اوعى تجمع، واحد زائد تلاتة أربعة، بسط شبه المقام، أي عدد على نفسه بواحد صحيح. اللي بعدها عدد صحيح اقسمه على ألف، فاكر الطريقة؟ أيوة، نعمل إيه؟ ننزل العدد الأولاني زي ما هو، وبدم على ألف يبقى العلامة العشرية بعد تلات أرقام، عد من اليمين 1 2 3، وتعالى وحط العلامة العشرية، لسه ما تمشيش، عمه عايز جزء من عشرة، مين الجزء من عشرة؟ التمانية، لازم أكون عارف البيوت، هنسأل الخمسة تقول أنا من الأرقام الكريمة، أدي للتمانية واحد تبقى تسعة، والولد المتميز يقول لازم أكمل العدد لآخره. اللي بعده 5 بالكيلو جرام وكمان 375 بالجرام، يجي ولد يقول ده دي ده معايا، ده انا لازم احول دي، هتعمل ايه حماده؟ يقول لي يا مستر حامد ال 5 كيلو تبقى 5000 عشان اخليها بالجرام زي ما عمه عايز، وكلمه و يعني زائد، وننزل ال 375، ولو جمعناها تتجمع عقليا 5375 بالايه؟ بالجرام. اقول له كلامك صح،
حولت دي نزلت التانية وجمعت. انت ولد شاطر، ولكن تعالى وانا اقول لك خد مني الهدية دي، تعالى نحلها عقليا. 5 كيلو جرام عايزها بالجرام، تبقى الاجابة 5000. ادي الخمسة وادي التلات اصفار خفاف. طب مين اللي جايين ضيوف؟ ال375 بالجرام. نقول لهم اتفضلهم على التلات كراسي الفاضيين، تحل بالطريقة دي او الطريقة دي، الاتنين صح والاتنين يخلوك تجيب 10 من 10، المهم تطلع الاجابة صحيحة. اللي بعده بيقول لي رتب تنازليا، وببص كده عليهم لقيت كلهم كسور عادية وكلهم مقاماتهم مختلفة وكمان معاهم واحد صحيح، يبقى احنا محتاجين ايه؟ نجنس المسألة. شوف المستر هيعمل ايه؟ شرطة لديا، ونحافظ الاول على طابور الفصل، شرطة هنا وشرطة هنا وشرطة هنا. طيب مين المقام الكبير؟ الخمسة ولا التلاتة ولا الخمستاشر؟ طبعا الخمستاشر. هنسألها سؤال صغير، هو انت يا خمستاشر يا جميلة، ولازم كده نديها تقديرها، تقبلي على الخمسة؟ ايوة. هو انت يا خمستاشر يا حلوة، تقبلي على التلاتة؟ ايوة. ما شاء الله عليكي، ده الخمستاشر دي طلعت زي العسل. ليه زي العسل؟ قبلت على اخواتها الصغيرين، وكمان ما تعبتناش، بدل قبلت على اخواتها يبقى هنا 15 وهنا 15 وهنا 15، ونجيب البسط وهقول لك ازاي. طب الواحد ده مستر تعمل في ايه؟ اقول له هنسيبه واحد بس بشكل مختلف. ازاي؟ هو مين اللي نجح تحت؟ ال 15، يبقى نخلي الواحد ده 15 على 15. يلا بقى نعمل ايه؟ نجيب البسط اللي فوق، مرة اسمه ومرة ضرب، ده على ده في ده، المقام الجديد على القديم ونضرب فوق. 15 على 5 3، 3 في 3 ب 9، 15 على 3 فيها الخمسة، 5 في 2 ب 10، 15 دي شبه دي، ما تتعبش نفسك، نزل السبعة. كده بقوا كلهم ايه؟ كده الحمد لله بقوا كلهم ايه؟ قصور عادية. ومش بس كده، ده كمان متجانسة، لان المقامات بقوا شبه ايه؟ بقوا شبه بعض، نقدر الوقت نحط رجل على رجل ونجنس ونرتب على طول. عمو بيقول رتب تنازليا. طب مين اكبر واحد؟ اللي جاب كم من 15؟ طبعا اللي جاب 15 يبقى بابا رقم واحد، وده الوحيد اللي كان صحيح والباقي كله قصور عادية. طب مين اللي بعده؟ اللي جاب 10 يبقى ده التاني رقم بابا. طب التالت اللي جاب 9 يبقى ده بابا الاصلي، اصغر واحد ابو 7 ده بابا. كده احنا رقمنا الاصول. بعد كده نقول لعمه ايه؟ نقول لعمه الترتيب، ولما نيجي ننقل ننقل الاصلي وليس الصورة المزيفة. نمبر 1 الواحد، نمبر 2 التلتين، نمبر 3 او 3 تلات اخماس، العنصر الرابع والصغير اللي جايب 7 من 15. يا رب يا اولاد تكونوا فهمتوها بطريقة مستر حامد. اللي بعده بيقول لي جاء امامك شكلين، ده شكل الف، دي رسمة مين؟ مربع. وده شكل ده، دي رسمة مين؟ مربع برضه. فبيسألني هل يتطابق الشكلين ألف وب ولماذا؟ الأول عرفت إن ده مربع إزاي؟ ده زوايا قائمة وأضلاعه بين إنها متساوية، ما ده برضه زوايا قائمة وبين إن أضلاعه متساوية. طب إمتى يتطابقهم؟ يجي ولد يقول ما بيتطابقوش، أقول له ليه؟ قال أصل المربع ده معدول والمربع ده معوج. أقول له مش ده السبب. طب ما أنا أقدر أعيد وضعية المربع ده ولو قد ينطبقهم. تعالى كأنك بتعيد وضعيته وحط الاتنين على بعض، هتلاحظ حاجة غريبة لو مسكت مسطرتك، قيس الخط ده كده وقيس الخط ده كده، هتلاقي ان الضلع هنا اطول من الضلع هنا. طول الضلع في الاول غير طول الضلع الثاني، برغم ان ده مربع وده مربع. يبقى الاجابة ايه؟ عمه بيقول لي هل يتطابق الشكلين؟ اقول له ايه؟ لا يتطابق الشكلين. نقول له ايه شطار؟ ها، لا يتطابق الشكلين، دي الاجابه الاولى. عمو ما سكتش، قال لي ولماذا؟ السبب. اقول له برغم ان ده مربع وده مربع ليه ما تطابقوش؟ لان طول ضلع المربع مين؟ الاول. ماله يا شطار؟ لا يساوي طول
ضلع المربع الثاني وشرط في التطابق بين مربعين، فاكرين الأغنية؟ طول ضلع أحدهما يساوي طول ضلع الآخر، والشرط ده ما توفرش معانا في المسألة دي. السؤال اللي بعده، مع مازن كان 35 جنيه اشترى القرى بالمبلغ ده والكتاب بالمبلغ ده، يبقى اشترى كم حاجة؟ حاجتين، ادي الشراء الاولاني وادي الشراء الثاني، وده مين؟ ده المبلغ اللي في جيبه ملناش دعوة بيه. اول خطوة نجيب مين يا شطار؟ نجيب ثمن المشتريات، ملناش دعوة بال 35، ناخد الحاجة اللي صرفها، ادي المبلغ الاول، نجمعه مع مين؟ مع المبلغ الثاني، ونروح المسودة. المسألة موزونة، نوسع الأرقام والعدد العشر الأول والحاز الثاني مع الثاني، ونحافظ على شياكة المسألة. اجمع معايا 5 و5 10، صفر ومعانا الواحد، 7 و1 8 واتنين عشرة صفر، ونحط العلامة ونطلع بالواحد، 3 و7 10 صفر ونطلع بالواحد، تطلع كام؟ 30 ومفيش. طب باختصارها بقى 30 ايه؟ 30 جنيه. يبقى نيجي هنا ونكتب 30 جنيه على نظافة احسن لي. ثمن المشتريات كام؟ 30 جنيه. طبعا مازن ده معاه 35 جنيه، يبقى الولد ده يتبقى معاه فلوس. نعمل ايه عشان نجيب الباقي؟ نطرح ال 35 ناقص ال 30 بتاعت الخطوة الأولى، يبقى مازن هيتبقى معاه 5 جنيه. ونيجي للسؤال 28، صندوق فيه 8 كرات متشابهة، 4 حمراء واتنين خضراء والباقي صفراء. اقول له كتر خيرك ان انت قلت لي ان الكل 8، لكن قلت لي الاحمر 4 والاخضر 2، فين الاصفر؟ قال لي ما تشغل مخك. قلت له بس انا اسف. يبقى هنعرف نجيب مين؟ عدد القرات الصفراء. هنجيبها ازاي؟ بطريقه سهله قوي. هم كلهم كام؟ 8، ننقص منهم اللونين دول، اجمع 4 و2 6، يبقوا كام قرى؟ 2 قرى صفراء. طب كده عمو بقى بيسأل على احتمال سحب قرى صفراء، يبقى العنوان اسمه ايه يا شطار؟ احتمال القرى الصفراء. نشد شرطة كسر، الصفراء كام؟ 2 والمجموع 8، والاتنين اعداد زوجية، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاربعة، ولو عايزها بالعشرة الربع 25 من 100. هنا طرحت جبت الحاجة اللي مش موجودة، هنا جبت الاحتمال، بسط ومقام الجزء على الكل، وبسطت الأبسط صورة وجبتها لي بالعشرة كمان. السؤال اللي بعده، من الشكل المرسوم دي رسمة ايه؟ برافو عليه، رسمة مستطيل. واول سؤال بيقول لك ما اسم الشكل؟ هنقول له الشكل يمثل مين يا شطار؟ يمثل مستطيل، كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. السؤال اللي بعده، كم خط تماثل؟ يبقى العنوان ايه يا شطار؟ نقول لعمه عدد خطوط التماثل. المستطيل له كم خط؟ قبل ما اكتب لك العدد تعال نشوف شكلهم بالمؤثرات الجميلة. حتى هو في السؤال التالت بيقول لي ارسم لي خطوط التماثل اللي بيقسمه لجزئين، ارسم خط يقسمه الى جزئين متطابقين. ادي خطه قسمه لجزئين متطابقين ومتماثلين، وادي كمان خطه بيقسمه لجزئين متطابقين. طب كم خط تماثل؟ 2 خط تماثل. ده اسمه ايه ده يا ولاد؟ خط تماثل. طب واللي جاي بالطول برضه ده اسمه ايه؟ اسمه خط تماثل. لكن خلي بالك لو انا عملته كده يبقى ده هيخليه خط تطابق وليس تماثل. طب عددهم كام؟ عددهم 2، واحد بالطول وواحد بالعرض. جاوبنا على اسم الشكل، جاوبنا على عدد خطوط التماثل، ورسمنا خط يقسمه الى جزئين متطابقين وايضا متماثلين. السؤال رقم 30 يا ولاد، سؤال رسم بياني، الجدول الآتي يمثل عدد الركاب للأربع عربات الأولى في القطار. آدي الجدول وآدي الخانتين بتوعه، الخانة الأولى بتمثل عدد العربات أولى وتانية وتالتة ورابعة، وهنا الأعداد 60 راكب، 55، 70، 65، وعمو بيقول لي مثل بيانيا باستخدام طريقة الأعمدة. هنتجه مباشرة لورقة الرسم الإيه؟ البياني،
وللشبكة التربيعية اللبني الواضحة الجميلة. أقول للولاد فين آخر نقطة في الكراسة؟ أهي مش عايزينها، عايزين اللي فوقيها. النقطة دي والموقع ده هنعمل منها محورين، أدي المحور الأفقي وأدي المحور الرأسي. ونيجي لمين؟ ونيجي لطريقة التسمية. التسمية هنا أول كلمة في الجدول العربات، طب التسمية اللي فوق تاني كلمة في الجدول عدد الركاب. ونيجي بعد كده لتقسيم المحاور، بنقسم تحت بالأسامي، بنقسم فوق بالأرقام والأعداد. لو لاحظت الجدول تلاقيه بقى أوله صفر، أوله خمسة، أوله صفر، أوله خمسة، يبقى نمشي عشرات كاملة، زيرو، عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين، المهم نوصل لأكبر حاجة اللي هي سبع عين، ولو زودت مفيش مشكلة. طب نيجي للتسمية اللي تحت هنلاقي مين؟ أولى، تانية، تالتة، رابعة. يلا نيجي لمين؟ للتمثيل البياني، عدد عربات العربة الأولى من القطار 60، نقف عند الأولى ونطلع للستين ونحط نقطة، آدي التتقيل بتاعها وآدي العمود اللي بيمثلها. نيجي للتانية 55، نطلع للخمسين، طب هنا 50 هنا 60، يبقى الخمسة وخمسين فين؟ في النص، وادي التتقيل بتاعها وادي العمود اللي يخصها. التالتة 70، نقف عند التالتة ونطلع للسبعين ونحط النقطة ونتقل عليها وننزل بالعمود اللي بعدها 65، طب مفيش 65، بعد الستين في النص بين الستين والسبعين، ونظبط النقطة وننزل بالعمود. يبقى أنا كده عملت أربع أعمدة. يبقى الشريحة دي بتمثل مين يا شطار؟ بتمثل تمثيل البيانات. طب الطريقة اللي احنا خدناها طريقة مين؟ طريقة الأعمدة. طب المستر عملها أعمدة رفيعة، في ولد عايز يعملها برواز، مفيش مشكلة، المهم التمثيل والأرقام تكون صحيحة. بكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مين؟ حل النموذج الثالث من نماذج كتاب رياضيات الصف الرابع من كتاب المدرسة، النماذج الجديدة اللي محتواها مهم جدا واللي بيجي منها جزء كبير في الامتحان. يا رب تكون الحلقة عجبتك، يا رب تكون استفدتم. اوعى توقف الحلقة عندك، حل وابعت وفرجنا حلك عامل ايه، نشير في الخير مع الحلقة وتحل الشتات والتدريبات اللي موجودة في الكتاب. ودايما على طول نقول لك اي سؤال او استفسار ابعت لنا، وكمان سبسكرايب لقناة السكولة ولايك وشير، وبإذن الله أشوفكم على خير في حل النموذج الرابع.